كما قلت في كلمتي، المعرض يحافظ على زخمه بدعم ورعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي يؤمن بقوة الكلمة في بناء الإنسان، ونث الكتاب هو من يرتقي بالإنسان. معرض الشارقة الدولي الكتاب قصة نجاح، قصة مشروع كبير وضع أسسه صاحب السمو حاكم الشارقة. هذا المعرض الذي يفخر به كل إنسان عربي أو إنسان يقيم على وجه الأرض، هذا هي قصة النجاح التي من خلالها نصل برسالة الثقافة العربية، وأيضا هي نقطة التقاء بين مختلف الثقافات والحضارات التي تواجدت على أرض دولة الإمارات، وهي قصة نجاح للإمارات أيضا. معرض الشارقة دول الكتاب اليوم يجمع أكثر عن 2213 دار نشر من 95 دولة من دول العالم، أكثر عن 1500 فعالية ثقافية وفكرية وندوات يشارك فيها كتاب ومثقفين من مختلف أنحاء العالم. إيطاليا اليوم هي ضيف الشرف في معرض الشارقة دول الكتاب، أسماء كبيرة مهمة من مختلف أنحاء العالم تتواجد لتحكي قصة الكلمة وقصة الثقافة وقصة الفكر العربي المتميز من خلال تواجدهم هنا في الشارقة. نتمنى من الأرقام، هي ليست، نحن لسنا نلحق الأرقام، لكن نحن نريد أن نصل بالفكرة والثقافة والكلمة إلى كل إنسان يقيم على وجه هذا العالم. نعم طبعا، في هذه الدورة هناك العديد من البرامج التي تم استحداثها من ضمن البرنامج الأساسي لمعرض الشارقة الدولي للكتاب. تم إضافة مهرجان الإثارة والتشويق، وهو مهرجان يتم تنظيمه بالتعاون مع ثريلر فيستيفال في مدينة نيويورك في الولايات المتحدة، وهو برنامج يعنى أو مهرجان يقدم الكثير من الفعاليات التي تعنى بالروايات البوليسية ورواية الجريمة والمغامرة والتشويق، بالإضافة إلى برنامج متخصص يهدف مقدم للكتاب الإماراتيين الشباب. في هذا البرنامج يهدف إلى توفير منصة للكتاب الإماراتيين الشباب للتواصل مع جمهورهم وتبادل خبراتهم من خلال المحاضرات والأمسيات الشعرية. كما ننظم للمرة الأولى مسرحية تقدم للفئات العمرية الكبيرة من بطولة الفنان طارق العلي والعديد من الفنانين الكويتيين المشاركين في هذه المسرحية. نعم، كما ننظم ورش عمل موجهة للفئة العمرية الكبيرة كذلك في من ضمن برنامج هذه الدورة. طبعا في الدورة الثانية عشر من مؤتمر الناشرين الذي سيعقد قبيل معرض الكتاب، ممتدة إلى 3 أيام من فترة 30 أكتوبر إلى 1 نوفمبر، يشارك فيه عديد من دور النشر والوكلاء الأدبيين، ومن أهم الخبراء المشاركين في هذه الدورة الشيخة بدور بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الناشرين الدولي للناشرين، وأيضا ماركس دولي رئيس تنفيذي لبنغون راندوم هاوس. سوف تكون هناك قرابة 8 جلسات رئيسية وحوارية سوف يناقشون التطورات والعلاقات الثقافية بين دور النشر، وهذا كل ما لدينا.